وي لما كتكون في الصباح الساعة 7 الصباح وكتلقى خبر مفجع كهذا كتفوت واحد بعد دقائق اللي كتكون شي شوية متفاجئ. من بعد ابتداء من 8 الصباح بدينا الإجراءات، أولا قمنا بالإعلام كل المعنيين وبالأساس الوزارات الوصية، وزارة الاتصال ووزارة الثقافة، ثم اتصلنا بالإخوان كلهم باش نعرفوا شنو غتتم الإجراءات في مصر، وتم الاتصال بمصر باش نعرفوا فوقاش يمكن مصطفى الله يرحمه يرجع. والعمل الثاني اللي قمنا به هو التعبئة ديال الناس كاملين على صعيد الإعلام الوطني كامل. أنا بعثت برسالة لوكالة الأنباء العرب المغربية لاماب، وبعثت لعدة صحفيين اخرين باش ينشروا الخبر. ثم اللي كان مهم ايضا هو المواساه العائله، يعني اول شيء خمنا فيه انا وسي حمادي كيلوم انه نجيو عند الزوجه ديالو ملقين ان الخبر وصل لها، وكان خصنا لازم نشوف معها شنو هما الاجراءات العمليه اللي خصنا نقوم بها في هاد اليومين. والحمد لله الامور تيسرات كلها بدون اي مشكل، لانه مصطفى الله يرحمه كيف كيعرفوا الكل كان محبوب عند الجميع، واي انسان اللي قلت له غادي توقف شي مساله اللي كتهم مصطفى ماشي كيديرها كواجب، بل كيديرها كتلقائيا من نفسه بدون اي يعني بدون اي حرج وبدون اي. وهذا اللي شيء جميل لما كيتوفى شخص كمصطفى المسناوي الله يرحمه، كتلقى لانه يعني كدير واحد القيمه ديال شنو الحب اللي كان عند الجميع، ولو كان ذاك الحب مكتوم عليه كيتفجر، وكتشوف شنو كيفاش الناس كيتعاملوا مع هذا الفاجعه. الكل كيعرف ان مصطفى المسناوي الله يرحمه بدا في الحقل هادي تقريبا 40 سنه، بدينا مجموعين في الانديه السينمائيه في مدينه الدار البيضاء في خليات ثقافيه، ومن ثم انطلق القلم ديالو اولا كصحفي، ثم ثانيا كناقد، ثم ثالثا كقاص، ثم رابعا كمترجم. يعني من الشيم ديال مصطفى وانه كانت عنده عده اوجهه اللي كيعمل عليها، واللي في الغالب انا في اعتقادي ان مصطفى من الناس اللي اسسوا النقد السينمائي في المغرب باللغه العربيه بالاساس. يعني اذا كان شي حد اللي اسس النقد السينمائي باللغه العربيه في سنوات السبعينيات والثمانينيات، يعني انا كنتكلموا على هذه 30 سنه، ومعلوم تاكد في التسعينيات وفي الالفيه الثالثه، البرهان على هذا هو انهم بعد النقد دخل في الميدان ديال القصه، دخل في ميدان كتابه السيناريو. اسمح لي، الكل كيعرف انه عده اشرطه تلفازيه ودي سيت كوم ودي سيري ديال التلفزيون مصطفى اللي كسبهم او على الاقل اعاد الكتابه ديالهم. يعني مصطفى حنا ما ديلو يعني في الدراما المغربيه بواحد الكم كبير ديال الاعمال اللي تمت في هذه البلاد، واللي كان مصطفى اما في الاول ديالها او مشرف عليها. الله يرحمه ويجل عليه الرحمات، الله يصبر الجميع اللي كان كيحبه، الله يعطي الصبر والسلوه للعائله ديالو، اولا للزوجه ديالو للابناء ديالو قبل من الناس الاخرين كلهم والاصدقاء ديالو وكل ما كان كيحبو. اعتقد ان المغرب فقد واحد من الاعمده الاساسيه ديال الكتابه النقديه والكتابه القصصيه والتفكير بشكل عميق وبشكل هيكلي في الميدان السمعي البصري بصفه عامه. الله يرحمه.